المهم دلوقتي انتوا عايزين ايه؟ عايزين تبقوا زي الاستاذ منير ولا زي عمه كده؟ زي حضرتك طبعا. تمام، ممكن تتفضلوا. خلاص، صباح الخير. صباح الفل. ايه يا حبيبي؟ العيال دي بتضحك ليه كده؟ اوكم بيضحكوا عليه. لا لا عيب، انا بس بفكر عنهم شويه. هما دول الخمسه المستجدين اللي هتفحتوا؟ اه، ودول الخمسه اللي هيترفدوا. الوطنيه وصلت 36، نشتري تاني؟ عمال يعلى. اشتري. اه خد بس ده، بلغ بيه الناس لو سمحت. حالا يا عم، قول صباح الخير الاول. صباح الخير الاول. النهارده يومك يا معلم. ايوه هوبا هوبا. ما تاخرش النهارده. لا عيب عيب، اكيد مش جاي. لا يا مان، عيب عيب. النهارده اهو. النهارده مش جاي، ما تقلقش. بس بقى عيب. يلا اشوفك بالليل ان شاء الله يا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل. الو مستر حسني. ايوه مستر احمد. الجمبري لسه ما جاش. ايه الجمبري لسه ما وصلش؟ ايوه لسه ما وصلش. طب ما تشوف جايز بيلبس او عند الكوافير. يا مستر حسني وانا مالي، كلم امي قول لها. أوكي. بس بقول لك ايه، وحياتك بقول لها الخبر كده بالتدريج لحسن تتخض ولا حاجه. الف مبروك يا مستر احمد. ماشي يا مستر حسني، ماشي. اسود. اهرب 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 اهرب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت هتروح فين؟ انت هتمشي وتسيبه؟ اذا كان اللي خبطه ساوي يا معلم. انا بقول لك انزل. طب اقفل الباب لو سمحت. حرام عليك، تعرف كده؟ خلاص واربه 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 لو متضايق واربه. واربه. طب انزل بقى. بقول لك انزل. العربية جامدة قوي كده ليه؟ انا شايفك، انا شايفك وقصدام عربيتك راشع في كليته. انا اذا كان انا شايفك وانت بتتكلم في الموبايل يبقى اكيد كنت بتكلم بنات. لا لا بنات ايه يا عم، ده مستر حسني بتاع الجمبري. اصل انا فرحان معاه. جمبري ايه وحسني ايه؟ الكلام ده مش رافع معاك. عايز تعرف يا جماعه؟ شيلوا ايدكم عار، حطوا في العربيه. يا عم عربيه ايه اللي هتحطوا فيها؟ اسمع بس يا نهار اسود. يا جماعه مش انا اللي خبطته، هتحطوا في عربيه ايه بس؟ طب حطوا في العربيه اللي جنبي. ايه عربيه ثانيه؟ ايه نهار اسود عليهم؟ دي مستشفى. نعم. ايه ايه دي مستشفى؟ امال انا هوديه الملاهي. اتفضل يا حاضر. انت مالك انت يا رب؟ يا استاذ اتفضل. واحد من البدايه بني ادم. طب انت مالك؟ ما انا عارف انه بني ادم. التفتفة دي مش ممكن تفتفة. بصوا بصوا كده بيتفتف على الطابلو ازاي كده؟ يرضيكوا كده يعني؟ تعام تعام، تفتف عليا انا، تفتف عليا انا، بلاش الطابلو. لازم حد يمضي عشان يبقى مسؤول عن الحالة ونقدر نبص عليها. اللي خبطه يمضي. هو ده؟ امضي يا مدحت. مدحت؟ يا عم انا مش مدحت وما خبطتوش وما بمضيش. امضي وما تبقاش جبان. جبان؟ عرفت منين؟ امضي يا مدحت وما تخافش. يا سيدي انا مش مت، والمصحف الشريف انا لو مدحت حمضي، انا ما خبطتوش، انا مالي ميموت. ايه؟ الحاله ماتت. الحمد لله. مفيش نخوه ولا احساس؟ الرجوله اتشرد من جتتك؟ الراجل مرمي في الشارع، بتسيبه تجري؟ وفي المستشفى مش عايز تمضيله؟ منك لله يا اخي. الراجل ده ذنبه في رقبتك. اوكي انا ما عنديش مشاكل. اعتبر نفسك مكانه يا اخي، وبتدور على حد يمضي لك. بعد الشر، بعد الشر عليا يا فندم. وبعدين انا لا احب امضي لحد ولا حد يمضي لي، ولا ابصم على حد ولا حد يبصم عليا. وبعدين انا مش فاهم انتوا يعني مكبرين الموضوع ليه كده؟ بس واحد مات يعني. وبعدين عايزين ان مفيش الم في المستشفى. عايزين؟ اه عايزين. اه عايزين، مش هقعد عايزين. عايزين على ودانك، مش دي اللي اقصدها، على ودان حضرتك يعني. عايزين يعني عايزين ازف يعني، ازف ازف يعني ازف، ومش ازف اللي هي ازف. لا لا. طب بقى يلا. لا انا بورساجي. انت حظك حلو، لو كنا ما مسكناش الراجل اللي خبطه كان زمانك دلوقتي مربوط هنا. ماشي ماشي. وعايز افهمك حاجه. اتفضل يا باشا. انا عايزك تمشي على مهلك وتربط الحزام. حاضر. وبلاش بقى النسوان اللي بتكلمها على الموبايل وانت ماشي بالعربيه، فاهم ولا لا؟ حاضر حاضر. يلا اطلع بره عشان اكمل المحضر. طب سؤال بس اخير، بالنسبه للبنزين يعني احط 92 ولا 32؟ بره. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما تردي. ايه ده؟ لو سمحت. ايه ده؟ ده كلبش. كلبش؟ ده الكلبش؟ هو ده الكلبش؟ لا 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 ده الكلبش ده رخم قوي. لا انا اسمع يا عم، ممكن الكرة؟ يا حبيبي كده خبطت الكرة جت في ودني، كانت هتعمل لي طبلة عيني. حاضر امسك امسك. طب صد دي بقى، صد دي.
شوط دقيقة اهو. ليه كده يا ابني؟ ليه كده يا ابني؟ معلش معلش صبي صغير يا ابني. معلش تاكسي. واسم البرنس ايه؟ هيفرق يعني في الأجرة؟ تعرف يا باشا. البرنس اسمه أحمد يا سيدي. أحمد؟ الله اسم حلو يا باشا. لا وجديد. أحمد تحس إن هو أبو حميد. ما شاء الله يا باشا. جديد؟ ده مصر كلها اسمها أحمد وأنا بقول لك مايكل. لا حلو يا باشا. إيه ده؟ وده ميت ولا مولود كده؟ لعيب خلق يا باشا. طب يسطا بالنسبة للسجاير دي يعني لو انت مستغني عن عمرك انا مش مستغني. طلع راسك من الشباك الدخان ما يجيش عليك. وانا راكب بلكونة طلع راسك. طلع راسك من الشباك يا باشا. استغفر الله العظيم. انت تعرف ان السجارة الواحدة دي بتأثر عمر البني ادم 7 ساعات؟ كده 7 وربع. كده 7 ونص. كده هتتأخر على ميعادك. وكده. ايوه كده. ادريكسيوني 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 ادي برياجي ادي برياجي ادي برياجي. والاغنيه الغامه دي بقى تاثر العمر 7 سنين. يا عم يا ريت يطير كله بدل الهم اللي عايشين فيه ده. هيقعد يكذب بقى ويحكي لي في مقاسي عشان ما فصلوش في الاجره. الواحد بيصحى الصبح يتكت على الدريكسيون بال 20 ساعه. وريت مكان في العربيه غير بقى ابني اتولد ابن 7 ومرمي في الحضانه. كذاب قوي. عيل ابن كلب. مين ابن كلب ده يا باشا؟ هو ابن كلب. هو الواد ابن كلب انما انت عادي مش كلب. هو ابن كلب. الواحد مش عارف تجيب منين ولا منين. بس يا باشا تجيب منين يعني؟ مننا. ما هي ناس بتمص في دم ناس. فرح بقى بنزين 80. يا برنس الليالي يا رمان الميزان يا هفض فندر قلبي فينك من زمان. ياه ابنك بقى ابن 9 دلوقتي. كان حبك بالمجان دلوقتي بقيت الماني يعني الدنيا تبعاني. خدت بالك يا عم كريم؟ وطلعنا بقى ايه من على المستشفى على الاسم كأنهم كانوا عايزين مثلا يلبسوني الحكايه كلها. يا نهار ازرق. معلش حصل خير. اللي قولي صحيح يا ابو حميد انت هتتجوز ازاي وانت صباعك متعور كده اصلا؟ وصباعي ماله مال الجواز يا ما تخليش اشتمك. وماله مال الجواز ازاي؟ مش هتعملها كده اهو. متجوز قطه. استكناوه يا بستكناوه. كل كل. انا بص عايزك بقى تديها على الاخر ها؟ في جمبري وسمك وصبيت وكابوريا الليله ليله الفسفور يا معلم. عايزك تنور. اراهن انك عازمني على اكله السمك دي عشان تكلمني على البت الزباله بتاعت النت بتاعتك. صحيح يا ابو حميد. فاكر موضوع البنت بتاعت النت اللي انا بكلمك عليه بقى لي فتره؟ يا كريم انا قلت لك 100 مره البنات بتوع النت دول بيبقوا نظام شقق. لا 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 وحياه ربنا خالص خالص دي مش نظام شقق خالص. ايه نظام فيلل يعني؟ لا لا ولا فيلل. هي ممكن تدي على عيشه مثلا او حاجه زي كده. ايه يا ابو حميد في ايه؟ دي مؤدبه جدا. مؤدبه وجدا كمان. والله انت اللي غلبان مولع. كمل وبعدين. مفيش. عايزين اقابل اهلها وافتحهم في موضوعنا. دي تلبيسه طبعا. وهتنفض اسود حاسب وهتلاقيها رشه دواخر واهلها عايزين يلبسوها لك. يعني بنت زباله واهلها رمه اصلا. كل 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 بقاش هبل.